بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه وللأمة من بعده: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني لا تدافع عن أولئك الذين لم يحترموا الأمانة. الأمانة في كل شيء، في العلاقة بينهم وبين الله، في العلاقة بينهم وبين أنفسهم، في العلاقة بينهم وبين الناس، في العلاقة بينهم وبين الكون. فمن أخل بالأمانة كانت هذه الخيانة، وكانت الخيانة من شعب النفاق. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة وأنها بئسة البطانة، وقال: أربع من كنا فيهن كان منافقا خالصا، إذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. هذه الأربعة هي من صفات النفاق، لكنه ليس منافقا عقائديا، لكنه كأنه منافق عملي، لأن هذه من صفات أولئك المنافقين الخونة الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نجادل عنهم، وزادهم نفاقا إلى نفاقهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ثم يضع تلك القاعدة التي يبين الله فيها ما يحب وما يكره: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وانظر إلى هذه اللفظة وتلك: خوانا أثيما. خوان صيغة مبالغة، يعني تتكرر منه الخيانة حتى أصبحت صفة ملازمة له، لم يخن مرة أو مرتين على سبيل الخطأ، على سبيل المعصية ثم التوبة والخطيئة لكنه يتوب، لا، هو يكرر الخيانة مرة بعد مرة بعد مرة. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذاب صيغة مبالغة، فعال، خوان فعال أيضا صيغة مبالغة. اللي كذب مرة وتاب، اللي كذب مرة على سبيل الخطأ، اللي كذب مرة على سبيل أنه يعني حصل له خجل ولا كسوف فوقع في الكذب ثم تاب من قريب كان به، لكن هذا أبدا، هذا يتعمد الكذب ويتعمد الخيانة ويقصد ذلك ويكررها حتى يتشرب الخيانة في قلبه، قلبه يشرب الخيانة زي النشاف كده لما كان يشرب من الحبر، زي الاسفنج لما يشرب الماء، خلاص تخلل الماء في كل قطعة من الاسفنج، وتخلل الحبر في كل قطعة من النشاف، أصبح من المتعسر العسير أن تفصل هذا من الخوان. والأثيم فعيل، أيضا صيغة مبالغة. إذن هو يطلب الإثم، يستهين بالإثم، يمكن أصلا ليس في عقله أن هناك حساب، ولا أن هناك عقابا، ولا أن هناك ربا سوف يحاسب، أبدا، كأن المسألة كلها في هامش ذهنه وسادر في غيه. أثيم، أثيم هذه أشد من آثم، آثم ده اسم فاعل غلط عمل الإثم، لكن أثيم يبقى فعيل، فعيل هذه اسمها صيغة مبالغة. ولذلك فإنه يضع تلك القاعدة: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذا النوع من البشر
تدل الآية على أنه موجود، وتدل الآية على أن الله يكره هذا ولا يحب، وتدل الآية على أننا ينبغي أن نبتعد عنه، وتدل الآية ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أنه قد وصل إلى مرحلة لا عودة، يعني ما فيش فايدة. ولذلك فإن محاولة هدايتهم، محاولة نصحهم، ستبوء بالفشل. فإن الله سبحانه وتعالى لما أدخله في دائرة الخوان الأثيم أدخله في دائرة الذاهب الذي لا يعود. فريح نفسك، لا تشغل بالك بهم، سر في طريقك، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر في الدنيا ويحاسبهم عنده يوم القيامة. لأنه لو حاولت جداله لكان جدلا، كذابا، خوانا، أثيما، يقول غير الحق وهو يستحل هذا ولا يرى في هذا أي حرج ولا أي غضاضة تؤرقه من أنه يقول شيئا غير الحق. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويصف الله سبحانه وتعالى أولئك الخونة الآثمين بأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لأنهم قد جعلوا المصلحة هي المقياس. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله. اللهم يا ربنا قنا شر الخوانين الآثمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.